ممكن بس تاخدوا نفس عميق كده وتطلعوه عشان تهدوا شوية. بجد والله طيب هو التسجيل كده ابتدى عامة، قدامكم حضراتكم 10 دقايق اتفضلوا. Why do we learn mathematics? Mainly for three reasons: calculation, application, and inspiration. We learn mathematics to learn how to think logically and creatively. بس للأسف أغلب الأكاديميك ماس مش inspiring. ولما جينا سألنا مجموعة من الطلبة What do you think about mathematics? 65% منهم قالوا إنه boring. 20% قالوا إنه useful for application. بس للأسف 15 بس اللي قالوا إنه inspiring. فإحنا جايين النهاردة عشان نكلمكم عن الماث simply because it's fun وعشان نوريكم how inspiring it can be. الأول إحنا عايزينكم تتخيلوا معانا إن ممكن حاجة تكون موجودة حوالينا في كل مكان بس ما نكونش عارفين أي حاجة عنها أصلا. الحاجة دي هي الـ Fibonacci Sequence. أهلا بيكم، إحنا تيم بنتعامس كريم رؤى مريم ملك معرفة، ودلوقتي هنكلمكم عن Fibonacci Sequence and its history, the golden ratio, use of Fibonacci Sequence, Fibonacci in art and architecture, and hidden patterns around us. وزي ما عرفكم علينا حابين نعرفكم على شخص ثالث. ليوناردو فيبونيتشي was born in 1170 وهو عالم إيطالي توفى ما بين 1240 و 1250. فيبونيتشي قدم للعالم سيكونس كانت أكتر حاجة هو اتشهر بيها واتسمت على اسمه، وهي الفيبونيتشي سيكونس واللي هتعرفنا عليها رؤى. علشان فيبونيتشي يوضح السيكونس استخدم الأرانب كمثال، وافترض إن أنثى الأرنب بتلد زوج كل شهر ومش بيموت، وكان سؤاله هيبقى عندنا كم زوج من الأرانب بعد سنة، وبدأ يتابع تكاثر الأزواج كل شهر بناء على افتراضه، ولاحظ إن أعدادهم كانت 1 1 2 3 5 وكملت على النمط ده. بس دي مجرد أرقام، هو فين النمط؟ لو جينا الرقم 2 هنلاقيه مجموع الرقمين اللي قبله 1 و1، و3 مجموع 2 و1، و5 مجموع 3 و2. ومن هنا ظهرت السيكونس، وهي بتبدأ بزيرو 1 1 2 3، وبتكمل السيكونس بمجموع كل رقمين ورا بعض. ولو رسمنا سكويرز based on Fibonacci sequence وقسمناها بارك هيظهر عندنا شكل الفيبونيتشي سبايرل. وطالما ظهر الفيبونيتشي سبايرل يبقى لازم نعرفكم على الجولدن ريشيو واللي هتكلمنا عليها ملك دلوقتي. الجولدن ريشيو معروفة بالجريك لتر فاي وسميت بأكتر من اسم زي جولدن سكشن، جولدن مين، ديفاين بروبورشن، وهي الراشنال نمبر 1 بلس روت 5 اوفر 2 ابروكسيميتد 1.618. ممكن اعرفها باني لو خدت ستريت لاين وقسمته لجزئين، الريشيو بين الجزئين دول هي نفس الريشيو بين الستريت لاين الاصلي على الجزء الاكبر اللي هو الايه، في الاخر بتديني الجولدن ريشيو وبقدر اكون الجولدن ريكتانجل. الكونكشن اللي بين الفيبوناتشي سيكونس والجولدن ريشيو اني لو قسمت رقم الفيبوناتشي نمبرز على اللي قبله بيكون الجولدن ريشيو، ولكن الريشيو اكتر كل ما الارقام كبيره. ولو جيت كونت سكوير الدايمنشنز بتاعت الفيبونيتشي نمبر بقدر اكون الجولدن ريكتانجل. الجولدن ريشيو تم وصفه لاول مره في كتاب اكليدس المنت من حوالي 2300 سنه، وتناسبها وانسجامها تم ملاحظته لاكثر من كذا ماثيماتيشن زي ارسطوطل، بوثيوس، بايثاغورس، ومحمد ابن موسى الخوارزمي. الجولدن ريشيو لها استخدامات كتير هنبداها مع كده. السيكونس ده ليه استعمالات كتير هنشوفها مع بعض، منها Finance, Musical Instruments, Design, وفوتوغرافي. خلونا نشوف مع بعض أول استخدام هو الاقتصاد وتحديدا البورصة. ويشوف بعض الناس إن حركته أسعار بتتبع الجولدن ريشيو من خلال نسب معينة ما بين أرقام السيكونس المتتالية، والنسب دي هي 23.6, 38.2 و 61.8. فلما بتكون الأسعار بترتفع بصفة عامة وبعدين تنزل مؤقتا، يعرف ان هي ممكن ترتد وتكمل طلوع عند نسبة من النسب دي، وده بيساعدهم يعرفوا امتى يبيع او يشتري. دلوقتي هنشوف الميوزيكال انسترومنتس مع مجد. البيانو فيه مفتاحين باس كلاف وشكله زي فيبوناتشي سبايرل وترابل كلاف. بيتكون من 7 اوكتاف، كل اوكتاف بيبدا من الدو للدو. بيتكون من 13 كيز 8 وايت 5 بلاك. الدومينانت كي هو السول. السول هو الخامس من 8 او الثامن من 13. لو عملنا 8 divided by 5 أو 13 divided by 8 هيدينا الجولدن ريشيو. موزارت وبيتهوفن استخدموا الفيبوناتشي سيكونس في مقطوعاتهم. موزارت استخدمها في مقطوعة متكونة من جزئين، الانترودكشن والديفلوبمنت بتاع الثيم. لو عملنا 62 bars divided by 38 هيدينا الجولدن ريشيو. ستراديفاريس هو من ستراديفاريس فيولين اللي تعتبر من أغلى الفيولينز عشان هي أثرية وصوتها حلو قوي.
الفايولين دي سبيشال عشان هي معموله بطريقه مختلفه. لما بنعمل لما بنديفايد the length of specific parts على بعض بيدينا الجولدن ريشيو. وبالمناسبه الميوزك اللي كانت شغاله ورايا دي فيبوناتشي انكودد. وبرضه استخدموا الجولدن ريشيو في الديزاين. في طريقتين بقدر استخدمه. اول طريقه هي اعرف الهايت والويت بتاع اللوجو والproportions of internal elements to the entire design زي تيوتا، ناشونال جيوغرافيك وجوجل. تاني طريقه هي الجولدن سيركل، برسم سيركلز تانجنت للسايد اوف سكويرز الجولدن ريكتانجل زي تويتر، بيبسي واب. ودي ديزاينز ناس جربت تعملها بالجولدن ريشيو. السيكونس دي كمان أهمية كبيرة في التصوير. على سبيل المثال أي صورة من الثلاثة دول تحس شكلها أجمل؟ أغلب الناس هيقولوا اللي في النص، لأن دي أبعادها معمولة بالجولدن ريشيو. وكمان هي بتستعمل في تكوين الصور بحيث إنها تجذب العين. أكتر طريقتين منتشرين في ده الجول أوف ثيردز، ودي بتقسم فيها الصورة لتسع أجزاء متساوية والحتة المهمة بتبقى عند تقاطع الخطوط، والفاي جريد، وده مبني على الجولدن ريشيو. وبيشوف مصورين كتيرة إنه بيدي شكل جمالي أحسن للصور. على سبيل المثال في الصورة دي السبايرال بيعدي على حافة الأوبر وبعدين السحاب في السماء ويركز على المبنى اللي على الشمال، وده بيسحب عينك على كل الأجزاء المهمة في الصورة. زمان جدا والأركتكتس بيستخدموا السيكونس في تحديد المباني بتاعتهم. دلوقتي قدامنا في بروكلين انجريس اللي مستحيل يكون حد فينا تخيل جواه في بونيتشي سبايرال. المفاجأة كمان، مين فينا ما راحش وشاف الاهرامات مره او اكتر؟ عمرك جيت بالك انه هايبوتنس اوفر بيز ايكوال ذا جولدن ريشيو؟ طب الاهرامات دي من اكتر من 7000 سنه، الفراعنه كانوا عارفين ولا مجرد صدفه؟ ذا ميوزيوم اوف فاتيكان لو ركزنا على شكل السلم بتاعه هنلاقي انه واخد شكل فيبونيتشي سبايرال. الموضوع ما وقفش بس كتير من الاركتكتس دلوقتي بيستخدموا سيكونس المودرن ديزاين او انهم ادوا شكل جمالي للمباني بتاعتهم. مش بس المباني والبيوت، في كمان كافيز اتعملت على شكل سبايرل. دلوقتي قدامنا ليجو هاوس هو مش واخد شكل سبايرل او حاجه، بس لو ركزنا هنلاقي ان كل الريشوز بتاعته جولدن ريشيو. اي بيلدينج ان يونيفرسيتي اوف ايوا نفس الكلام، شكل سبايرل بس كله جولدن ريشيو. ودي اكت فاندلي هوليداي ريزورت معمول على شكل تكونيتش سبايرل كشكل جمالي. الموضوع ما وقفش لحد كده، لا في فنانين كتير استخدموا السبايرل في لوحاتهم. لو بصينا على الموناليزا هنلاقيها معموله بريشيو معين، لو ركزنا اكتر هنلاقي الجولدن ريشيو. مش بس الموناليزا، لا ده كمان في كذا لوحه تانية مشهوره من كذا فنان تاني مختلف. الفكره في اللوحتين دول لو ركزنا فيهم هنلاحظ ان عينينا بدات تتشد للسنتر اوف ذا سبايرل، دي نفس فكره الفوتوغرافي اللي كريم قال لنا عليها من شويه. ودلوقتي نقدر نقول اننا مش محتاجين سبايرل عشان نبين لكم فيها ان هي شكلها فيها سبايرل. لو بصينا على بلفيغونيير او سان جون باتيست هنلاحظ ان فيهم برضو في بناتشي سبايرل، ده معناه ان دافينشي كان مهتم جدا بالسبايرلز. تفتكروا كان قاصد ولا كانت مجرد صدفه؟ الاجابه انه كان قاصد، لان فعلا في كتاب اسمه ذا دافينشي كود بيتكلم عن ازاي دافينشي استخدم في كل لوحاته او معظمها الجولدن ريشيو والسبايرلز برضو. وفي كتاب اتعمل في 2006 لو حد حابب يتفرج عليه. ومش بس السيكونس موجود في الفن والعمارة، هو كمان بيظهر في حاجات كتيرة في الطبيعة. لو عمرك مثلا فكرت تعد عدد أوراق الورد هيطلع غالبا واحد من الفيبوناتشي نمبرز، على فكرة اسم التيم بنتامبرس معناه نبات بخمس أوراق. وعندنا هنا أمثلة تانية في النباتات الريشيو زي الفيدل هيد والروز. وبيظهر برضه السيكونس في طريقة تفرع الشجر، فدايما عدد الفروع بيساوي واحد من الفيبوناتشي نمبرز. وعندنا في الباين كون أو مخوط الصنوبر بيبقى فيه 8 صفوف من الأوراق مع قارب الساعة أو 13 صف عكس على قارب الساعة. غير النباتات إحنا عندنا أمثلة على مقياس أكبر بكتير. لو جيت حطيت الأرض والقمر جنب بعض مجموع الريديس بتاعهم هيكون سكوير روت الجولدن ريشيو، والهايبوتنس هيكون الجولدن ريشيو بكون تراينجل اسمه الكابلر تراينجل. وبرضه بيظهر في شكل الظواهر الطبيعية زي الإعصار شكل الجولدن سبايرل وحتى في المجرات. وأكيد ما ينفعش نقول لكم كل الأمثلة دي وننسى أهم حاجة وهي أنت، والحقيقة أنت بيظهر فيك أكبر عدد من السبايرلز اللي متجمعة مع بعض زي الوش، واللي بتظهر فيه بصورة كبيرة سواء كان في الراس، الودان أو حتى العينين. ومش بس كده، دي موجودة كمان في البصمات، والجولدن ريشيو موجودة في الدراع. وغير الحاجات اللي بنشوفها السبايرل موجودة عندنا
في المستوى الذري، زي ما عندنا الـ DNA اللي طول الجزء منه 34 وعرضه 21، ودول من أرقام فيبوناتشي، ولو قسمناهم على بعض هنلاقي الجولدن ريشيو. وهنا جمعنا لكم كل الـ QR codes للفيديوز اللي فادتنا واللي متأكدين إنها هتعجبكم، وهتلاقوها في الكومنت آخر البرزنتيشن. بس الحقيقة إحنا عارفين إن العالم اللي حوالينا كله دوشة، دوشة قوي، لكن رسالتنا ليكم من النهاردة إنكم تدوروا جوه الدوشة دي، وتدوروا كويس قوي علشان تشوفوا الجمال اللي جواها. وعلى فكرة ده اللي حصل معانا وإحنا بنتمشى في مبنى عمارة، وشفنا صورة الكلية، واللي لقينا عنينا بترسم شكل السبايرلز بصورة تلقائية أول ما شفناها. إيه ده؟ هو إيه اللي جاب صورة الأناناس دي هنا؟ السؤال ده أنت قادر تجاوب عليه دلوقتي. هنسيبكم تفكروا إيه علاقة الفيبوناتشي سيكونس بالأناناس. وإحنا في انتمرس بنقول لكم شكراً ليكم. شكراً. هي آخر سلايد خلاص؟ أوه. جميل، تمام.